بس تعليقاتي هو واضح طبعا ان المشاكل في اول الجواز بتيجي من اختلاف البيوت اللي احنا طالعين منها، زي ما هي قالت كده، في ناس متعوده تاكل رز بسمتي وناس لا. الصعايده ما بياكلوش السمك، يعني انا اول ما دخلت وعيله الصعيد صعيد ما بياكلوش سمك خالص غير الجزل، هما بيقولوا عليه كده الجزل يعني اللي هو ايه؟ الفيليه، ما يعرفوش البوري ولا الجمبري ولا الجندوق ولا الحاجات بتاعتنا خالص. وانا شاطره جدا في السي فود، يعني دي بالنسبه لهم ماساه، انتي بتضيعي فلوس على صدف وصراصير مثلا. التعليق ده اتقال لي وحصلت مشكله كبيره وجابوا اهلي وكنت هتطلق فيها، لانها بتضيع فلوس على صراصير وصدف، حد بياكل وانتي عامله عزومه، يعني انتي عامله عزومه بقى كبيره، فاهمه ازاي؟ ان السمك هو اغلى كده حاجه في الدنيا، الجمبري دي صراصير في يعني شنبات كبيره وصدف، جايبه صدف اللي هو الجندوفلي او بلح البحر واخطبوط. فهي الفكره يا عيني بتبقى في الاول في يعني اختلاف ايه؟ ما انت الثقافات. مكمله ازاي يا مروه؟ ده انت اغمى عليكي من الارنب، وبعدين في القلقاس، قصه القلقاس يا مروه. قصه ما هو طبيعي، ما هو دي بتعملوا، هو انتوا احنا بنعمل القلقاس بالسلق عادي بالظبط الاخضر عادي. في الصعيد، ومعظم الفلاحين، مع ان انا من الفلاحين والله، بيعملوه بصلصه. لا ما احنا برضو يعني من طنطا وابويا صح؟ بالفعل كان بياكلوا بالسلق. طيب انا دلوقتي الصلصه دي انا مش بحب القلقاس جدا اللي بالسلق، فعملته وعملت معاه، فهو مش عارف ده ايه. فالخناقه ابتدت انه انا ليه، انت ليه تحطي البطاطس جوه الملوخيه؟ ما اكل ده لوحده وده لوحده. فانا استغربت قوي، قلت له ده قلقاس، قال لي لا طبعا ده مش قلقاس، ده مش محدد موقفه، القلقاس بيتعمل دقيه كده في طاجن بصلصه. قلت له طب ايه الفرق بينه وبين البطاطس؟ ما اعمل بطاطس. بصي بقى احنا سيبنا الاكل وبنتخانق، طب ولا اعمل قلقاس بصلصه ليه؟ ما انا بعمل بطاطس طاجن بصلصه. فهو اختلاف الثقافات في اول الجواز ده بيبقى مشكله، طبعا لحد لما اعرف هو بياكل ايه، بيحبه ازاي، بتعمليه ازاي. فدي اللي المشكله اللي بتواجه ناس كتير. في مشاكل مثلا في الاكل بيقوم عليها خناقات لحد دلوقتي، في ناس تحب الاكل سبايسي جدا، طبعا الشطه، يعني الشطه دي حياتهم في الاكل. عارفه الملح لو زايد شويه، اتعلمنا مثلا لو الخضار الملح فيه زايد شويه بنحط نحط بطاطسايه بطاطسايه كده وخلاص الموضوع تاخد بيعدي، الملح تمتصه الملح وخلاص. قليل بنزود الملح واحنا بناكل. لكن انك تحطي شطه كتير في الاكل، وناس ما تعرفش تاكل اكل غير كده. في خناقات تانية اغرب، ان هو ما بيحبش الاكل السخن قوي، وهي الست لو الاكل مش بيطلع دخان كده، مش تنين يعني، ما فيش تنين ما تعرفش تاكل. لا في يعني ام حسن هي بتحكي على الراجل اللي بيضرب الترابيزه، يعني دي موجوده، انه مثلا في رمضان لو هو بيشرب الشوربه ولقاها سخنه مولعه وحرقته يقوم مبوظ. ده حقيقي. طب يعني الست بتبقى في المطبخ وصايمين وكده، بتحصل مشاكل رهيبه. في حد كتب تعليق برضو ضحكني قوي، الشوربه ما كانتش عاجباه وهي عامله سفره كبيره جدا، فراحت ماسكه طبق الشوربه راحت هي اللي رمته، قالت له اعتبر ان انا ما عملتش الشوربه عشان ما هو تاكلش. ساب كل الاصناف، فعلا هي معلقه هنا ايوه كده، ساب كل الاصناف التحفه وقام ماسك في ايه، في في الشوربه. الشوربه انها مش عاجباك، فقامت راميه الشوربه وقالت له اعتبرني ما عملت الشوربه. بصي بقى الراجل الجميل المحترم ده، امنيه بتحكي انا اتجوزت وكل اللي اعرف اعمله كان رز ابيض بس، وبكره دخول المطبخ جدا، وحظي بقى ان انا اتجوزت مدير اغذيه ومشروبات لمجموعه فنادق كبيره. طبعا ده فود اند بيفرج مانجر، ده بيبقى يعني زواقه اساسا، يعني نادي الزواقه. فكان كل اكل اعملها وهي ما بتعرفش تطبخ خالص يحسسني انها احلى اكله في الدنيا، وان ما حدش يعرف يعملها زيي، وكان بيقول الكلام ده قدام اي حد من عيلته وقدام اي حد من عيلتي. وفي اي عزومه تيجي بقى اي عزومه يقوم يجيب سمك ويقول ايه، معلش عشان ما تتعبيش. شفتي بقى جبر الخواطر، كاتبه بقى في اخر الموضوع ربنا يرحمك يا حبيبي ويجعل لاولادنا نصيب من ذوقك واخلاقك. يعني الرجاله المحترمين دول ربنا يرحمه ويغفر له. طيب طبعا الناس كلها بتدعي له بالرحمه، لانه يعني هي الفكره بس انه الناس بتتعود وبيتطبعوا على طباع بعض. ايه موضوع ان انا ممكن ارمي الاكل، او ان انا اتخانق معاها، او ان انا اتغاظ منها، يعني او ان انا اقعد ابكتها بانه اكلك وحش، او ايه القرف ده؟ كلمه ايه القرف ده تقهر بصراحه، يعني طبعا كلمه ممكن تتعب مش حتى. تتعب بس،
انت بعد كده لما بتيجي تدخلي المطبخ تعملي اكل ما بيبقاش ليكي نفس تعملي اكل. الراجل بقى اللي بيقول لمراته حتى لو الاكل مش حلو نفسيا نظريه بيجماليون اللي هي انك بتحفزيها بانك تقولي لها تسلم ايدك الاكل كان حلو قوي، كل مره هتبقى كل عايزه مره تجود. هتجود عشان تبقى دايما عايزه تسمع الكلمه دي. في حاجه تانية زمان ابويا الله يرحمه ربنا عليها كان دايما يقول لنا جوع وكل. لو بني ادم جعان هيرضى حتى لو لقمه بجبنه وكوبايه شاي، انما لو انت شبعانه وجبتي خروف مش هيعجبك حتى لو انت ايه مش تقدري تاكليه. اللي بيخبط الاكل برجله ده هو فاهم انه بمزاجي، لا هو مش بمزاجك ده رزقك. فلما تتشوطه مره والتانيه وتتنطط عليه وتتنك عليه مش هيجيلك تاني. ربنا مش هيرزقك بيه تاني.